السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وفيديو جديد في قناتكم متع ذهنك قسم الفنون القتالية. ولكن قبل أن نبدأ أتمنى منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا. في نزال كان من المفترض إقامته في يوليو الماضي وتم تأجيله نظرا لإصابة أحد أطرافه بالجائحة، وبعد أن حل محله ماسفيدال في نزال على لقب بطولة خفيف المتوسط ضد حامل اللقب في محاولة غير موفقة انتهت باحتفاظ البطل باللقب لفترة أخرى. يسعى جيلبرت بيرنز أن يدخل تاريخ UFC كأحد أبطال وزن خفيف المتوسط ضد حامل اللقب الحالي النيجيري كامورا عثمان الذي قدم عروضا مذهلة في دفاعه عن اللقب. أما عن توقيت عرض البطاقة الرئيسية للبطولة فستذاع البطولة في صباح يوم الأحد القادم حوالي الساعة 5 فجرا بتوقيت مصر، والرابعة فجرا بتوقيت المملكة المغربية، والسادسة فجرا بتوقيت المملكة العربية السعودية. في نهاية هذا الفيديو اتركوا لنا في قسم التعليقات من المتوقع في فوز هذا النزال. دمتم بأمان الله.